واخا ليلى شنو المشكل؟ حنا بغينا حتى حاجه، بغينا غير من النيابه العامه ترجع تفتح تحقيق وتشوف تشوف هذا الشيء واش منه ولا ما منوش. حنا راضين بحكم، حنا قضاء والله يمهل ولا يهمل. حنا بغينا غير حقنا، ما بغيناش تكذب عليه وطيح عليه الباطل. حنا هذا الشيء اللي بغينا، وراضين بحكم المحكمة المغربية، والله نصر سيدنا. وكان المجلس المحكمة يرجع لنا حقنا، النيابة العامة يرجع لنا حقنا، هذا الشيء اللي باغين. وشكرا لكم. واخا لالا مظلومين، كلهم مظلومين. خمسة كانت الخمسة اللي شدوها، شدوا بنتها تتكاوى ذبحوها، جوج شادنها. شنو كتجي انت؟ انا ولادي، ولادي متهومين، ولادي انا جوج، ولادي قلت لك انا واحد في الباك وواحد خدام ما كيكونوش هنايا، ولادي انا تهمتهم وهادو الواسي ومعدي عليهم وكرفستهم فيهم، باق نسورسي ولوسي انا باق نجدود على والو على الباطل، وباقا دابا تابعهم ودير في الجمعيه تقول لك انا باغي نمشي نشدهم وندخلهم باش نمشي قوى العيالات. وهو كلشي من مولشي، مولشي اللي كيقول لي شنو ديري. سيري قال لي انا وراك، هو اللي كيديها وهو اللي كيجيبها وهي اللي كدير في هذا الشيء، هي تبع القانون والحق والقانون راه كاين. ولكن شنو السبب؟ ها؟ شنو السبب؟ باش كتهمهم؟ تهمهم تهم تهمهم تهم لوسي على البراكه، هي نازله مع البراكه وراح حاضره فيها القايد والشيخ والمقدم، هما اللي حاضرين فيها، وقال لي جيب المهندس الا كان البراكه اللي نايض عليها الصداع. والسيد راجل ارقيه دخل بسببها للسجن، وعلى ما تيقولوا هناك اسباب يعني زائفه لا اساس لها من الصحه. ولما تيقولوا بان هاد البراكه هي في الملك ديالهم ومحطوطه في الارض ديالهم، هادوك يعني بكلام فاحش وبكلام يعني لا اساس له من الصحه. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في ننهي هذا، إلى اللقاء.